افتتح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي مجمع عيادات طب الأسنان التعليمية ومعمل المحاكاة والإنتاج بالجامعة، وقد تم إعادة تهيئة مبنى المكتبة المركزية سابقاً ليتناسب مع الاستخدامات ومتطلبات عيادة طب الأسنان التعليمية وفقاً للمعايير العالمية ومراعاة جميع الجوانب التصميمية والفنية. لا شك أن الجامعة بإمكاناتها سيضيف لها هذا المركز وهذه العيادات مستويات أفضل من أيضاً الوضع اللي عليه الآن، أيضاً يؤكد أن حرص الجامعة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين للوصول إلى مستويات متميزة من الخدمات وأيضاً التدريب قادرة بإذن الله تعالى على إنجاز مثل هذا العمل. سمعنا عدد من التحديات التي ذكرها المهندس عبد الرحمن، لكن بعد ما نتعدى هذه المرحلة ونشوف هذا الإنجاز نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الجميع الحقيقة الذين ساهموا على وصول لهذا المركز وهذا المستوى، وهذا يؤكد لنا أولاً المحافظة على هذا الإنجاز، ورقم اثنين الاستفادة المثلى سواء من التدريب والتعليم وأيضاً إن شاء الله تعالى الخدمة للجمهور. حرص الجامعة أيضاً على المشاركة المجتمعية وتقديم خدمات مميزة في طب الأسنان سيمكن الجامعة من زيادة مشاركتها المجتمعية وتقديم خدمة متميزة بفضل الله تعالى. يذكر أن المشروع يحتوي في مرحلته الأولى على 100 عيادة أسنان، منها 10 عيادات تخصصية و90 عيادة تعليمية، كما يشتمل المشروع على 6 غرف أشعة، كما يحتوي على غرف للاجتماعات والندوات ومنطقة تعقيم متكاملة ومناطق استقبال انتظار المرضى، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية والمصلى والخدمات الأخرى.